زيد شايستي إمارات بو هم كركشي شايستي ولا لا لا خوشويسترين كسكاني من بريتيبو لزيد كباوتي أسامة استاج أسامة كوري لخوشويسترين كسكاني من الدواي باوتي مال. قال وعن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية فقالوا من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي إن شاء الله. مال. قريش كاتك عفرتش مخزومية يعني هلا قريشة دزي كردبو دزانن دزي دز دبي دستي ببردري ثبلان وقرز بوشون دبيكتشي قراشي عفرتش قراشي دستي ببردري وتيان چه جرأت دكا قصه لقل پیغمبر عليه الصلاة والسلام تكايب وبكا كدستي نبره وتيان والله لو اسامي كوري زيد زياتر كس شقنا بين كجرأت كا قصه لقل پیغمبر كا اي جرأت اسامت شيا ناز كردنا دزاني پیغمبر خوازور خوشي دوه عليه الصلاة والسلام او خوش روشنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام وای لو اسامه کردو جری ببچه تکلیفی لبکا و دعوائی لبکا كواتا دي قد دنه اسامه چنه خوش روشنه بولای پیغمبر عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه من في ناحية من المسجد فقال انظر من هذا ليت هذا عندي. قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده في الأرض ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه. سبحان الله. عبد الله كوري دينار دفرمى عبد الله كوري عمر روجي كان لمزجود بو سيري بياوي كيرت جلكي خوي رادة جشا للاي كي مزجود فقال انظر من هذا وتي سير كبز أنا متشيره ليت هذا عندي خوز جوا استلعي من بوايا بلى قال له إنسان بياوي بيود أما تعرف هذا ولا زني متشيره أي عبد الله كري عمر لازم يا متشي وتي نخير نازم وتي هذا محمد بن أسامة بن زيد أسامة بن زيد وتي أول محمد كري أسامة كري زيدا أبي سري را وشاندو ابن عمر وآوى بدستي لزويدا أنجاد وتي لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحب ليو كري فلان كسا نوی فلان کسا ولای پیغمبر بینی وای خوشی دویست چون پیغمبری خوا باو چیشی و با پیریشی زور خوش دویست استا محمدیشی بینی باز هر خوشی دویست یعنی او عائله خوش دویستن پیغمبر علیه الصلاة والسلام. ملا قال عن ابي عثمان عن اسامة بن زيد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذه والحسن فيقول اللهم احبهما فاني احبهما. اسامة كري زيد دفرمه پیامبر علیه الصلاة والسلام منو حسنی دبرد بولای خوی یعنی اسامه و حسنی دبرد بولای خوی و دی فرمو ای پروردگار من خوشم دوین هر دو چیان توش خوشت بوین من ام دوانم خوش دوین توش هر دو چیانت خوش بوین کواتا دی قدن که پیامبری خو علیه الصلاة والسلام اسامه لگل حسن دانا و جا بزن حسنی نوی بوشی از خوشی بیستو اماش فضلی اسامه تیادر دکوه بله. قال باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن سالم عن ابن عمر قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراعه فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وريده بالفرمية بيابك لجياني في عمر عليه الصلاة والسلام يعني هر بيابك لسردين في عمر عليه الصلاة والسلام كخوي بيني با بو بياني بو پیغمبر خواهد جرائه و علیه الصلاة والسلام دفرمونش تمنام کل خویق ببینیم بوی بو پیغمبر خواهد جرمه علیه الصلاة والسلام
قدر إخوة تمناك أمنيتك أم هاتا جي قنجبهم أعزبهم جنمنبو لمس قود دخوت من السردين في عمر عليه الصلاة والسلام يكسر لخ أوشو لخوم دا دو فريشتن بينين هلقان قرتم برديانم بو آقر ولاي آقري جهنم سيرم كرت جهنم فإذا هي مطوية كطي البئر يعني بيريس كرابو ببرد آوا چون بير بوشت برد آوا دا كريه فرمي جهنمش آوا بو ودو شاخي هبو دو قرني هبو چون همو بيريك دارك لولو دارك لولو دارش بسري دا راد خري بوي قريسك حبلكي اللي بدريو بسورين ريتو آوا كدر بهين دري جا او دو دارك دادن دري بوي آوا يا بوي داري بخريت السر قرن وكو شاخ دفرمي جهنم آوا بيني فلقيهما ملك آخر فريشتي تريش هاتا لا يؤدو فريشتاني كمن ينبل بيوتم لن تراعى اها ديرك من طرات فرمي خلقي تي دابو من بناسي من هر دموت اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار فنا بخوا دقرم لا اقر فنا بخوا دقرم لا اقر فريشتي تريش هات بيوتم لن تراعى تو ترسل لسرنية ما ترسل خم النبي اي عبد الله فرمي من الشر ممكن بو بيغمري بجرمو عليه الصلاة والسلام بو حفصي خشك من جرايا وكخيزاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام بو حفصا جرايا حفصاش بو بيغمري خواي باسكر عليه الصلاة والسلام او خواي بو او باسكر بيغمبر عليه الصلاة والسلام لجواب دا فرموي نعم الرجل عبد الله باشترين بياو عبد الله عبد الله صفاتي زور جواني هن لو كان يصلي من الليل اگر شو نجي كردبا او هر دبو چاکترین و باشترین خوی پیاری چاکا بز لوی نقصانه اگر اوی کرده بازو چاک دبو سالم ده فرمه عبدالله دوائی اول شوا ندخود الا کم نبه هر شو نجی دکرت سبحان الله اما جه چکل من عقیبی عبدالله کوری عمر رزای خواه گوری لی به مره قال وعن ابن عمر عن اخته حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان عبدالله رجل صالح نعم الرجل عبد الله يا إن عبد الله رجل صالح عبد الله بيأي تشاكا قال باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا قالوا أبو الدرداء فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي قال ممن أنت قلت من أهل الكوفة قال وليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة والمطهرة وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان قال يعني على لسان نبيه يعني عمارا أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره يعني حذيفة ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى فقرأت عليه والليل إذا يغشى إلى والذكر والأنثى فقال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه علقمة رحمة إخوالي بذا فرميت شون بو شام دول كاتم كيرت انجا دعام كروتم اللهم يسر لي جليسا صالحا خوالي بورد قال جليسك يعني كسيك رفيقي كي باشم بو آسان كيد دفرمي فأتيت قوما فجلست إليهم هاتم خلقك دانش بولا مزقود لان دانشتم شيخك عالمك ما مستايك نصيحتي خلقي ذكر لبي لناوي عند هاد دانشت لتنيج من وتم أمد شيء وتي أنا بالدرداء وتم والله من دعام كردو خواي قورا كسيك بين الثلام كسيك ببيت الرفيق من المشارة للشام كسيك صالح وباش به وخواي قورش أي أبو الدرداء تؤبو من آسان كرد أبو الدرداء إيش فرمو أي تولي شو هاتو يوتي من لا كوفو أهلي كوفم وتي جالا كوفو بوجي بو هاتو بو إيرا بو علم أي باشا إيوا أهلي كوفا أليس عندكم ابن أم عبد إيوا عبد الله كريم مسعود تان لانية لكوفا كذا زان عبد الله كريم مسعود شيئا صاحب النعلين والوساد والمطهرة
نعلكاني في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام أو هلي دقرت وسادي في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام أو هلي دقر مطهرة يعني بود زنوش كدروي آي في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام أو هلي دقرت إذا زان عبد الله كريم مسعود شيء لا كفوها تيو في عقول لا بوجه تشدوا وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه يعني عمارا كسكتان لاك أخوي قول له الشيطان فارستي كعمارا أوليس فيكم صاحب سر النبي أي نازاني ولا كوفا بياذي شترتان لايا خاوني نهين يكاني في عمر عليه الصلاة والسلام كحذفي كريمانا يتوهم في عبر زالت بجيستون هاتي تشام باش ليرفع إيديك يا براكم أزهد الناس في العالم أهله أزهد الناس في العالم أهله والذي لا يعرف قدره هو أهله شيء قدري زانا نازانة أهلي خوي أهلي شعركي خوي أهلي ولاتكي خوي قدري نازانة استاع القماع لكوفو رجتوا وانا زاني كوفا كسي تدايا بكالك بعلمي لا بخير دا شيت الشام لشام بيدر قاك تقول له شيت لا كوفا دا زاني كوفا شي تدايا كوفا او بي اي تدايا او تدايا او تدايا زاني وش صحابه تشيبون شلون جيت هشتون قدري نزانيون قدري نزانيون اما عادتك زورك لخلتي واه بدا خوا يعني خو خوري قدر نزانيني هي خوت يعني كسك بيت لدروا كأورز قدر شي نبي رزي لي دجيره يا رزي قدر شي هبه رزي لي دجيره بلا مي خوي رزي لي ناچيده نمونه يك باسكم خوي گورا ل گناه من خوش به ل من بو بوره ل من راضي به من ام مجلسان ام خلانه زور به مبارك دزانم بو چونكه مني شو اي وي برزيج ل خدمت فرمودكان پیغمبر داني عليه الصلاه والسلام زور بمبارك يزنم بداخوا ديلم بداخوا دو مانك لسريك دو جار لسريك دواما لا أوقافي هولير كرت رقمان بيبدي الرقاي بينا دا جاري يكم رقايا ندا جاري دوام خبريا نار طواو طواو كاكا ورنو خوشترين مزقوتي شو وامخولي بين جمك استعلي دي دبوالا هولير بيت كشي لبريك خبر يا نيرت يا نابت خلكانج لكويت وهاتون لهولير بيجوازيان لكراو خلي كردوت وخلق درسي بيوتو رجاين داو لكويت وات هولير رجاي داو اما كوري ولاتكين لخمي امنو اسايش ولاتكين كشي رجمان فين ادرا او هو كاركتشيا أم خلانا السبب فتنة وآجاون لنا ومن لدال وحكومات بولاد ناب أخوال خزمة حديثي بيغمبر دين عليه الصلاة والسلام كتشي بداخل ديلا طبعا مش بطاني سوء زور جار أواني كرابشكاري خرافا أوانا شكو مسؤولة كان نازالا أم خلتشي وأوي ترشي وأوي ترشي وأوشتانا نازالا جوية دقلي لخلق علي ما تشيه يجي لولا والراس دي بتقول لأخوانا ترسيتوا حسب توحيد السنة في غمرناك عليه الصلاة والسلام كوري نهيلا أما خطيرا أما ترسلاك أو بيتهولير أو قم بليه ده تقيته وضعك آرامي نامينت رقانة يقول لك عكجا مدام مشكلة وفيتنا دروز بي ناناك عكبانا كريت بداخو ديلم بداخو دبوايا بايتختي هرمك هوليرا أم فرموداني پیغمبر اخو علیه الصلاة والسلام او مجلس پر برکت و خیر همو لبه بوایا ناو جرگه وسطا نک گنجگ لا زاخو و لا چومان و لا حاج و مران و لچو حوت سعاد رگا هر سعاد رگا ببرتا دگا تکلار مو حولی رگا نادا دیسان دیلم من لومی چی دکم لومی راوش کارا لخوانه ترسکان دکم که معلوماتی ناراست پیشکشی بر پرسوکار به دستکان دکم لگل اوش دا ایمه دلن یا ربی خواه اولاتا که من هر امنو آسایش بی آسای رگعه نده رگعه نده ارض الله واسع زوی خواهی گور فراوانا لهولیرنا لکلار وفعلا نعم البدیل ما شاء الله
فعلا أورز وحرمتي ليرة بين راو ما شاء الله لا كم شوين أود بين رد خواي قرب هذاشتن داتوا يا ربي خواد زي أهلي كلار داتوا بهموتين توجكاني يا ربي جاء لشيء أمامان باسكرت على القمة دشيت الشام دشيت الشام أبو الدرداء تصوري براز ذكر الله كاك تود زين لشيء هاتوي هلا شاركيتوا فلاني لي فلاني لي فلاني لي يبو قدر الناسانين بو ند ناسيون بو چونك وتمان أهلي خوت كسي خوت قدر الناسانه قدري بيغانيك دزانه كلا دروي ولاته يا لشوين اشترى قدري او دزانه قدري تو نازانت بل ما وصف رزم برسان الحمد لله شايستي زياتر لو انك خزمتي برسان لكلي ورسان لدكي خوات زاد داتو براك مني شو ايوش هما لخزمتي حديثي في عمرين عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك خمين لأز برسان فقر لي من خوات زاد داتو براك بارك الله فيك بداخل ولم ولاته ايما يعني اهل علم وكو بيست يعني أقدر قيمته بهاين بدان أدري. خواه داتي ملاك دبرك. براس أمرنا هل ولاتي كتير براسي ومصا يعني ما دحتناكم. حسبك بارك الله فيك جزاك الله خير. من أويك بفروشم مجلسي حديثي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام راجي لي بجيره. من فروش نيم بخو من بخوا. أسي الحمد لله. بقناك فلام شون دبي لبايتختي هرمي كردستان راجع ندري. فرمودي في عمري خو عليه الصلاة والسلام شرح بكره لكات اجداد شاك همو من دناسن الحمد لله لقل اجاوانين بعكس هو هوكاري امن واسعيش ام ملاتين بقشتي او اي مش بلا ما نو جرينجا والله يقريزية تبايية امن واسعيش او من بلا وجرينجا اما حزب حزبين وخط خطين وبارشا بارشي اصلا لا اما فلسقنا هنا ابدا مصلحتي عامله بيش مشتك بلا ايمو مل حسن الله اليكم قال باب مناقب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال عن عكرمه عن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم علمه الحكمه وفي روايه اللهم علمه الكتاب وقد تقدمت استاذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه يريد ابن عبد الله بن مسعود ابن عباس دفر مي عمر عليه الصلاه والسلام رايك شامو با بسنجي خوي وكشيمي انجا فرمي يا اي پروردگار حكمت و دانائي و زانستي فيركا وكتاب و قرآن فيركا اولا مناقبة لفضل قوركان ابو چيب عبد الله كري عباس بلا قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا وقال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل بلى عبد الله كري عمر رضي الله عنه عبد الله كري عمر رضي الله عنه بدأ فرمت عمر صلى الله عليه وسلم نفاحشبو نمتفحشبو نلا طبع دا خوي يعني خراب كارو بناب اخوا حاشا او دم شربوا نا بدواي اوشا ودا قرا كاكا هندي كاس بطبعي وببروردي بي اكي كتي دا جياوة فاحشة راس دا بيتو جنيوك دا هل دستي قصيكي ناشيرين دكا قصيكي سوك دكا اوا برورد بوا بلام جهادي نفسي خوي دكا بو أوي خوي باكاته فاحشة بلان با متفحشنية بانقص لدواي كلمة خراب دا ناقرة بيلي لدواشتي خراب ناقرة بلان زماني راهاتو پروردكي وابوا استهول دا خوي چاكا فاحشة بلان متفحشنية هيا فاحشنية بلان متفحشة ولا لبي ايه چي باك دا پرورد بوا بوي خلق بيبكنتو بوي جماور اعجاب بيبكاتو جنوي سوق بودلة قصينا شيرين بودلة أما تشيكاك بوا ذكيتو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نتبعي فحش بوا نتطبعي بفحشا كردوا أبدا أو نبوا بل كده يفرمو خوشويسترين كستان بلاي منوا أو كالروشتي لها متان باشترا وهروها فرموشي قرآن لتشوار كزوار قرن عبد الله كري مسعود سالمي مولاي أبي حذيفة وأبي كري كعب وهل وها معاذي كري جبل رضي خواهي قبريان ليبي ملا
قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه فقال ما أعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. عبد الرحمن كري يزيد فرمي برسيار من لحذيفة كروتمان فياوك من فيبلي كهدي ما ملو هرسو كوتو روشتي زور لبيغمبر بشي عليه الصلاة والسلام بو أوي علم لور قرين لقدن السلف سيدي من الركيع عندك بزان أو كسا أخلاقه وروجته هالسكوته مع مليت شونه لسر سنته انجا علمي ليه وردقلين كلسر سنته نبي علمي ليه ورناقرن فرميت ما كسك ما بيبلي زور لبيغمبر بشي عليه الصلاة والسلام كتي من كز نازان بو أندازي لبيغمبر بشي عليه الصلاة والسلام وكو عبد الله كري مسعود رضا إخوة قوري لبي ملا. قال عن أبي موسى الأشعري قال قدمت أنا وأخي من اليمن فما كثنا حينا وما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى فرمى منه برا كم كليمن وهاتين ما ويشيش هروا من دزاني عبد الله كري مسعود إج لآل بيته لعائلة في عمر عليه الصلاة والسلام شو كأوان دلق خوي داشي دشون مالك في عمر ودهتنا عليه الصلاة والسلام كاتا مش مرتبه من قبيك ابو تشيب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عن شقيق بن سلمة حسبك طه سلاح تبكين يا اخر دو درسي ترمان ما ها نقيك فر بخنا ولا خدمتنا فرمو. قال وعن شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا خيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت ردا يقول غير ذلك. شقيق كري سلمة فرمى عبد الله كري مسعود وتارب ودانوتي من حفتاو او اندس سورتم لدمي پیغمبر ورغت عليه الصلاه والسلام وهاولاني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام همو يندزانن كمن زاناتريني صحابن بقران وما انا خيرهم بلا من لهم ين باشترنيم لهم ين زاناترن بقران بس لهم ين باشترنيم. شقيق لي فرمو فجلست في الحلق اسمع ما يقولون فما سمعت ردا يقول غير ذلك. لحلق كان داني اشتمجوه بقرم زانم كز دلق سكي عبد الله كريم مسعود واني كز هي لقرآن عالم تربه كز نبو بلين فلانا كز عالم تربه قرآن لعبد الله كريم مسعود رضا إخوة لي بيه ماله. قال باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ده فرميها مو أمتك أميني شي خوي هي أميني إيمش إي أم أمتا بريتيلا شي بريتيلا أبو عبيدي كري جراح أي لو فضل قولي ما شاء الله بسم الله مالا. قال وعن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لا بعثن حق أمين فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة. أعد. قال وعن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لا بعثن حق أمين فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة. في عمر عليه الصلاة والسلام بأهل نجران فرمون نجران وتي من كسيتي أمين بحق أمين بيت أو تنبود نيرم فرميهم ما السيد ما كذب في عمر تشيب نيري عليه الصلاة والسلام أو أمينة بحق تشي فرموي أبو عبيدة نارت مالا. قال باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما قال عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني باوشي لكي دا معانقي شيء كرشان لشاني حسن ملك. قال عن أبي بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه وينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سبق ذكره بس ما كنت. قال وعن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما بس ما كنت توزف الجست. قال عن أنس بن مالك أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طسط
فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة. بلى. أنس كري مالك دفرمي أتي عبيد الله بن زياد، عبيد الله كري زياد دزان كري شيء كري أبي سفيان، عبيد الله كري زياد كري أبي سفيان يعني برازاي معاوية، رضا إخوان لبي رضا إخوان معاوية بي ولا باوتش فرمي تشك داركان سري حسين ينبو عبيد الله كري زياد هنا حسين سر براو سركان بو هنا خستي أنا ناو تشتيكوا أويش فجعل ينكتو يعني آوى يعني دو رواياتي رواياتي كده فرمي يعني بيلي ذكر دوا أما حسين أما نوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام يستسر بردلاو هندلاو فجعل ينكتو وقال في حسنه شيئا أنجا وتي والله لهموك زياتر كشكلي لبيغمبر دسي عليه الصلاة والسلام أم حسين أبو وكان مخضوبا بالوسمتي يعني بوني خوشي لخوي دابو رضا إخوائي قولي لبي بويا أو بونا ما بو. موضع الشاهد شيا موضع الشاهد شبه حسين بشي رضا إخوائي لبي ببيغمبر عليه الصلاة والسلام. طبعا زياد كري أبي سفيان يعني باوشي عبيد الله لا موالي كان علي برضا إخوائي قولي لبه بخاري دفرمي كان زياد من أصحاب علي فلما استلحقه معاوية صار من أشد الناس بغضا لعلي بن أبي طالب وأولاده. بيشتر لقال علي بو دوائي كناكو چي كوت بين معاوية وبين علي انجا چو بال معاوية چي معاوية زياد معاوية چي زيادة برايتي برا براي باوشي براي باوشي نك عبيد الله نعلم زياد دلم براي باوشي تي دايشي عبيد الله دايشي زياد مرجاني نوبوا مجوسية بوكاتي خوي سبيه قول الأصفهان وهي نبيانا ملا دعيبو بدجمني علي كريب طالبو دجمني كركانشي وعبيد الله كري شي أو بك جيشكي نار بو قتال حسين عبيد الله كري زياد كري معاوية أو جيشي شي نار بو رب نوي حسين رضا إخوة بردقالي لبي كلو كاتدا أميري كوفبو عبيد الله كري زياد لسردمي كي لسردمي يزيد كري معاوية جيشكشي هزار كذبو بلا چون روبروي علي حسين بو نو سري أمريو انجا سرکش یان روح عبید الله کری زیاد هنا ایوا خوای گورت والله یان لبسنه تو لسر او ظلمه لسر او جریمه تی که کردیان خوای گورا لقیامت دات والله یان لبسنه تو مل قال عن البراء قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يعني حسبك انسان كتصوري تك شو دبيت مجرمك لقرزم بو همو کسی چی باش نوع نابه تورا دست تشيتا حسين نوي بيغمبري خوة عليه الصلاة والسلام كري فاطمة وعلي دست تشيتا نكر بي كجي سري شي ببري عشان ما تشمي روفيك بوا تشي درندهيك بوا ويبنا برب العالمين إنسان كتيك تشيت تصوري تيك شو خرابة زور خرابة بوا يدلن إسلام وكو خوي تينجي كارسة دا قوميني كارثة قوميني كوك خويتين جي رحم شفقة عدالة إنصاف ذات بلور هيجي نامنه هيجي نامنه مشكلة يقرو ظهر خواب زانه استا عبيد الله كري زياد جيش دنيره جاري عبيد الله كري زياد بخوي وبيع برزنية انجا جيش كشي لو حاشا بيرستر انجا سركر ذكي جيش كشي كدينيرات الحرب بن يزيد التميمي والحسين بن نمير الكوفي يكليك ترندترو بيستر اي اوانا دا سنسري حسين دا برنو دا يبنوا
وكو دينيش ديكن بعبادتي شي دزانن بعبادت شي زان كسيارك دكمن لم شارك لارا لم شارك لارا اگر صوفيك مدير إدارة بوايا رجاي دا دعيستا أم مجلسها به نعم يقرتو بوايا نعم أخوة كومل بوايا نعم والله كومل خريكا شي نكرا وديكا أو أن دا أزاريان بيقيشتوا تدخلي عرض ناموس من دكا ديالتو حديث بليتو دانيش إلا مجلس مشكلة إنسان كبناوي دينداريه وبسقطي تيجيشت أما كارسات أشتي لبردز به هر كارسات كاك داعش كيان نكرت نكتش به أمانة بكم بداعش نا بس بناوي دينه داعش كينا ما نكر بناوي دينه وشون كاول كاريان كر شون قتل عاميان كر شون خلشيان سربري بوه بنا بخواي قوري إنسان كبغلط لدين تيجيشت أو ديني بغلط بكارهنا يك كارساتك دخلقيني هر خواب زاني والله نجنا هيلن ليدا درس بليتوا بخوالا وانا اقلي للب من بر سر من برنو لان اما طاغوتا كان ما لنا وبردن بديني شي دزاني كلنا ما مستعيك جار واجين بو خاطري سري من لسري حسين قولترو شريفتنا يا حسين يا سر بري حسين سر بردلا رضاي خواي قولي اللي بي يعني كديندار بسقتي دينك ورقرت سري حسيني بري بو خاطري خواه شون هزمي كن شون تيبقى نستا شون دست شو حسين سري بري بس يعني إنسان بيري اللي ذكاته كاخ لبر هيجنا لبر هيجنا بيرك وأمانه وي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر فرميتي أو السيد شباب أهل الجنة بيغمبر فرميتي أمد دور ريحانة بون خوشكي منن بيغمبر إخوة خوي كردوتا يعني لسر شوي بون من المرك وأواني خشتوتا سر بشتي خوي استاتو شون دست جيتا حسين شايدي كي نا أما دبيل ناوتشي أما خطرة أما زررة خوابنا من دي بخاطرنا وجوانا كانت لو كس الدين داراني كبسقط دين داري والدقرن بو يتشاوي عن غير إخويا النابين و أو المخالفين كخويني بحلال بزانا و هتكي عرض ناموسي بحلال بزانا بهتان كردن بو بحلال بزانا سكايتي كردن بمسلمة حلال بزانا غيبة كردني بحلال بزانا ما كي دينا كي دين داري تيواد بخوابنا من دا ملح صلى الله عليكم. قال وعن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. سبحان الله. في عمر عليه الصلاة والسلام حسن لسرشان يتدي فرمخوا من خوش من ديتوش خوش دوية قال وعن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. سبحان الله. في عمر عليه الصلاة والسلام كحسني هالقربو ذي بأخوة ب ب ب في عمر أبو بكر بو أبو بكر بالا أبو بكر حسني هالقربو ذي قباكم ببيته في داي بأخوة في عمر ده شيء نقل علي بشيء عليش بيذكرني رضا خالد. وعن أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. يعني كزلو زياتر بينا ده شو لبيغمبر عليه الصلاة والسلام لحسن طبعا هردو كان فرمو. قال عن ابن أبي نعم قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الدباب فقال أهل العراق يسألون عن الدباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتايا من الدنيا. هذا مضحك وممكن اخوة رحمن بيبكى امي اهل العراق باخوة الا من رحم الله دنا خراب ابن ابي نعم ده فرمي لرجوم لعبد الله كري عمر بو بيعيك عراقي اهل كوفة هاتو برسيار لعبد الله كري عمر دكا دلي اريد شونا اگر كسك لإحرام دابيو مشول ايشيش بو كوجيت خويني مشولكا زرري هي بو إحرامك ايش بيدا كاني بلاي بسيدي والله أهل العراق أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام
باسی دگان علی عراق باسی خوینی مشولیه دگان خوینی حسن تار رشت رشتنی خوینی حسن و سر لکر نوی عسائیه بلا منی تخوا مشولیه کن کشتو خوینگی چون حکم کهی تی نزم چی تنجاب درمو براستی سیده سیده یا ربی خواه گوره استقامه ما بدهیتی اخیر ما خیر که یا ربی خواه وسطیتی دینکت چون آوابین خواهی پرودگار نبرو زیده روی بروین نبرو کرد رویش بروین والله مضحكه ومبكيه قسما بالله يعني لواقعك ذا الانسان بير دكاتو قرياني ديت شون دبي مسلمانا اوابن بوشي وازبن شون دبي معملو هرسكوتان لقل يكتر اوابي بو خاطر اخوة شون دبي وابن بلام ورا السيري هرسكوتي مسلمانا كالقل يكتر سبحان الله اوي مسلمان بمسلماني دكات كافر بيما ناكات اوي مسلمان بيمانك كافر بيمانك بخوا اتشون وادي ببرك كاكا توش بيدن نابي والله برا نباسي ناموسي خلقم كردوها نما باسي شخص اذا كان الله شخص قلا وضعيفة برزة كرتا مالي خلق دخوا ايش مبوستانني بلا مشتاق لدين دا غلط بيدلين غلط كاكا بوخو من من تمشتاكم فتوام داوا لو غلط بهم بشي مانم لي اي بوخوم بوخوم بخوم دلال غلطم غلطم كاكا كورا كم غلطة كاكا برا كم غلطة طلبة كم غلطة ما مستاكم لشتك دا غلطة كاكا توش غلطي نا 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 إما نابي بلاي إيو غلط إما وقبوني بلاي إما وبلاي غلط إما هرشي بيكين راستي وهاو بيراني إماش هرشي بيكين راستا وجاري ترنك يجولك باسي براياني فلسطين ما بكيت كورا كاكا جان بروشي 30,000 شهيدي غزتان به فروش یوتان نبی بلین ولا غلط یان کرد نبی بلین غلط تان کرد نبی قبول نی و خو بس بلین غلط تان کرد و تو جولکی تو لگل جولکی تو دجمنی مسلمانانی تو خو ام اسلامتی و دینداریتی ابدا والله ابدا ام دینداریتی نی یا ربی خو گوره هدایت من دی صالح مان کی چاک مان کی بو مان کی ته اهل بو خدمت دینکت یا ربی خو هر مسلمان چیش ک دینکی بس قد ورگت و تاروج قیامت هیچ تیچ نه دیت دست يا ربي خواه هر مسلمانك بسقطي دينك ورقرتو هداياتي دي كأهل هداياتنا يا رب العالمين أأوين دي تدست شكو بغا أوين بردست بي لخلق ممنوع دكات حرش تيكي بي بي فتنة يبدروش دكات بو كبسقطي دينك ورقرت مل صلى الله وسلم على رسول الله هاي برنامج شيء دو درسي